نادي الاتحاد السكندري تعادل مع نادي الاسماعيلي في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري. بالتعادل ده وصل الاتحاد لنقطة 29 في المركز الرابع، بينما وصل الاسماعيلي لنقطة 19 في المركز الـ13. كمان اتعادل فريق الداخلية مع فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 19 من مسابقة الدوري المصري، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد الداخلية ل 11 نقطة في المركز الأخير بالمسابقة، بينما رفع فيوتشر رصيده ل 25 نقطة في المركز السادس. فريق زد حقق فوز كبير على الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت بينهم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز، وبالفوز ده ارتفع رصيد زد اف سي ل 30 نقطة تقدم بها إلى المركز الثاني، وتجمد رصيد فريق الجونة عند 25 نقطة في المركز السابع. فريق رجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي فاز على فريق النصر الليبي بنتيجة 3-0 في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا، واللي بيستضيفها النادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل ليتأهل إلى النهائي. الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد الأسباني ومنتخب إنجلترا فاز بجائزة لوريوس العالمية لأفضل اكتشاف في عام 2024. وفريق روما خسر أمام فريق بولونيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم الكاتشيو، وبالنتيجة دي روما في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما عزز بولونيا مكانه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة. فريق انتر ميلان توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي بعد ما فاز على فريق اي سي ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الكاتشيو، بالنتيجة دي تصدر فريق انتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، واللي حسم بيهم اللعب لصالحه بفارق 17 نقطة على فريق اي سي ميلان اللي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لبسنت وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا.